متابعي قناة الفاس باريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. ساكنة دوار تازناخت بجماعة بني أوزولي بإقليم زاغورا يطالبون بإحداث أو بإقامة واحد المقبرة بعد إغلاق المقبرة القادمة اللي كانت الدفن ديالها. البعض الجمعويين يؤكدون أن المشكل أصبح قائم في هذه المنطقة أو في هذه الدوار اللي عدد السكان ديالو تقريبا يعادل 1400 ساكن. الهم ديالهم بعد وفاة أي قارب لهم هو فين غندفنوا هذا القارب ديالنا بعد إغلاق المقبرة اللي كانوا تدفنوا فيها الأموات ديالهم، وحاليا يطالبون بضرورة والإسراع بإحداث مقبرة جديدة. من أجل مناقشة القضية ديالنا نستضيف السي يوسف عفدات، فاعل جمعوي بدوار تازناخت جماعة بني زولي بإقليم زاغورا. سي يوسف مرحبا بك. مرحبا الأخ بوستا، وتحية للمنبر الإعلامي أنفاس بريس على هذه الاستضافة. سي يوسف، أشني قصة عاد الناس باغين مقبرة وما لاقيش فين دفنوا الأموات ديالهم؟ اولا سي بوستا نتاسف بعد الحضور على هذا المشكل هذا، لان هذا طلب واحد ابسط طلب وهو الطلب ديال المقبره. هذه المقبره اللي هي كانت جات على واحد الاثر، واحد الخلاف بين قبيلتين على اثر تحديد التحديدات الاداريه اللي كتعرفها الاراضي السلاليه. للاسف انه وصل التطور ديالو لحد انه تم منع الساكنه من الدفن ديال الاموات ديالها، اللي كانت انها كان عندها الاختيار كدفن تما وكدفن في سميتو في المقبره ديال المحاديه للقصبه، واللي كيبغى سميتو عنده حريه كيديها مثلا المقابر المجاوره. يعني كان اختيار عند الناس. حاليا تم اغلاق المقبره اللي مجاوره، تم المنع ديالهم. وللاسف علاش تم المنع ديالهم؟ علاش المنع ديالهم؟ انه ضاعت واحد المناوشات ما بين القبيلتين، للاسف اللي كانوا عبر الزمن كان هذا ما بين القبيله ديال سواء لا بين بني زولي ولا تازناخت ولا سميتو عامة، كان واحد التعايش ما بين الاباء والاجداد ديالنا. للاسف حنا هاد سميتو دخلت بعض الايادي السياسيه للاسف، لانها في العوض انها تكون تساعد في الحدث ديال هاد الملفات، انه اليوم كنشوفوا البعض كيستغل هذا وكيصطاد في الماء العكر وكيستغل لاهداف سياسويه ضيقه. لكن علاش تم الاغلاق تاع المقبره؟ شنو السبب؟ شنو المبررات؟ هذا هو اللي كنت اسفوا ليه، لان بعد ما الساكنه وقع المناوشات على سميتو تراسلات مع مجموعه ديال الجهات سواء الاقليميه ولا المسؤوله كذلك على النضاره والشؤون الاسلاميه، كذلك راسلات السيد وزير الداخليه اللي كنشكروه من هذا المنبر هذا، اللي وصل هذا هو اشعار بالتوصل ديالو بانه توصل بشكايه ديالو وحالها على المصالح ديال العمالات الاقليم. للاسف هنا ان من خرجت تشكلات واحد المعاينه من طرف سيد العامل ديال الاقليم. للاسف هذه اللجنه هذه ما خدتش بعين الاعتبار حل حالات هذا الملف وايجاد واحد سميتو جدري. احنا مثلا هذه المقبره اذا كان عندها مصلحه او منفعه عامه او انها خصها تسد ماشي مشكل تسد، ولكن المعيب هو ان تسد من دون ان يكون واحد سميتو واحد البديل ولا تكون مقبره جديده. دابا الناس فاش يتموت لي مثلا شي قريب ولا هذا فين تيدفنوا ديالهم؟ اليوم هذا ملي كيدفنوا كيديو سميتو الدوار المجاور، خاصه واحد الزاويه ديال الشرفاء اليعقوبيين اللي كنوجهوا لهم التحيه من هذا المنبر هذا، اللي كتعرف ان الدور ديال الزوايا عبر السنين كان ديال الشرفاء كان هو سميتو المسائل الصلحيه ما بين القبائل وهذا واستضافه ديال هذا، واليوم هي اللي كتستضيف هاد الاموات ديال هاد القبيله ديال دوار تازناخت. وللاسف الكبير ان هاد المقبره اليوم ديال هاد الزاويه على مشروفه انها تملا. كيبقى المشكل الكبير اليوم اللي خرجت هاد المعاينه ما دارتش لهم حل، ما وجدتش لهم سميتو مع العلم بان نتاسف ونعيب على هذه المعاينه هذه انها تبنت على بعض المغالطات. هنا كنلقاو بان الطرف من الجهه ديال 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 بني زولي يقول بان هذه المقبره المتنازع بشانها تعود الى فتره تاريخيه قديمه قبل تواجد هذه الساكنه، وهذا هذا بعد اولا تناقض كبير، لان اخر جثه
اخر جثث كتعود ل 2017، هادو من سميتو النسخ من شهاده الوفاه. اخر جثه تعود لابتسام المباركي 2007. هادو جثث، هادي شواهد ديال النسخ مجازه من شواهد الوفاه، مدفونين تما ومن ابناء هاد الساكنه اليوم اللي كتعدى واحد 400، حوالي 400 مواطن ومواطنه. يعني دابا 400 مواطن في هذه الجماعه هذه ما عندهم مشكل تاع الدفن. ما عندهمش مقبره، ابسط شروط، عندهم مسجد، عندهم عون سلطه، عندهم سميتو، ما عندهمش مقبره. هاد الناس هادو ابسط من الشروط، ومع العلم بان الملك اللي فيه اليوم هاد المقبره القديمه ولا حتى القصر القديم يعود مثلا من الاملاك ديال الدوله. كاين كنلقاو في المكان تما مخصص مثلا مدارس، مخصصه اعداديات، مخصصه سكن وظيفي ديال السيد القائد والسيد الخليفه ودار الطالبه. فما يمنع مثلا بانه باش ما نخصوش لهم واحد الطرف ونديروا لهم مقبره، مع العلم بانها كانت مطلب ديال الساكنه هذه. ولكن انتم كجمعويين، كفاعلين جمعويين في هذه المنطقه هذه، اش المجهود اللي درتوا اللي باش تحلوا هذه المشكله؟ المجهود راسلنا جميع سميتو، راجعنا مجموعه ديال الجهات المعنيه بما بها سيد العمل، النظره ديال الشؤون الاسلاميه، اعطيناها الممثلين ديال الامه انه كذلك باش يتبنوها، ولكن للاسف ما عرفناش الايادي الخفيه وراء من عاد الناس هذا، وهذا غير مقبول. باش كنشوفوا حنا اليوم في عهد الدولة ديال التعايش اللي كيصرف عليها جلالة الملك، وكنتعايشوا مع الجميع حنا هنايا في هاد المنطقة هذه، وخاصة في سميتو ديال الجامعة بن زولي. الآباء ديالنا والأجداد ديالنا تعايشوا مع جميع سميتو بما فيهم كذلك الديانات اليهودية. كاين مقابر يهودية اليوم، كاين مقابر يهودية في هاد المنطقة هذه، مقابر يهودية محترمة لحد اليوم، كاين في بن زولي وكاين في ترغلين. المقبره القديمه اللي اسم الاغلاق ديالها شحال من عام عندها تقريبا؟ هذه كاينه من سميتو تقريبا تكون عندها واحد القرن و20 سنه، ما بين لانها من تبنات في عهد ديال الطاغيه القلاوي في عهد الحمايه الفرنسيه. بالنسبه لكم انتم ماشي ضد الاغلاق، ولكن مع ان ضروري فتح مقبره جديده كبديل لهاد الناس هادو. لا، ما كاينش مشكل ديال الاغلاق، تغلق اذا كانت عندها غرق ولا كانت عندها اهداف سميتو باش تغلق، ولكن هنا كنشوفوا هاد المعاينه ما تخاتش بعين الاعتبار، هذه من ضمن الملحوظه ديال السيد رئيس الجامعه السابق رحمه الله عليه، اللي اقترح كشرط لاستصدار قرار الاغلاق للمقبره على انه تفتح مقبره جديده بالدوار، لانه ما يكونش عندنا الهدف اننا غير نستصدروا قرار ديال الاغلاق. صدر قرار الاغلاق ولكن بدون تفكير فتح بديل، بدون واحد سميتو جدري وتفكير المطلب ديال الناس اللي هو مطلب 400، حوالي 400 ديال المواطنين والمواطنات رعايا جلاله الملك ما عندهمش مقبره. بالدواوير المجاوره من غير الدوار ديال تزناخس، فين تيدفنوا الاموات ديالهم؟ كل دوار عنده المقبره ديالو، جميع سميتو في على مستوى الجماعه ولا الاقليم عامه، كل دوار عنده مقبره ديالهم. اللي كنشوفوا حنا تزنخ اليوم اللي ما عندهاش هذا الشيء غير مقبول. وفي الدوار كاينه ديك الثقافه، حيت نعرفوا واحد الثقافه تاع مجموعه من الدواوير والقرى في المغرب، ان تيبغي يدفن في المقبره اللي مدفون فيها الوالد ديالو والعائله ديالو، تجي من العيب انه يدفن في واحد المقبره اخرى ما فيهاش العائله ديالو. المساله ديال الدفن، حنا الحمد لله حنا في المغرب كاينه واحد الحريه، كاين حنا الاموات ديالنا كيموتوا هنا اليوم، كاين في الدار البيضاء كيقول لك خصني نمشي لمسقط الراس ديالي، كيديو علاش؟ ما كاينش حتى اشكال. وبالتالي حنا كنلقاو اليوم حنا هادو للناس اللي كاينين اللي تزادوا تما وترعرعوا تما، واليوم ما عندهمش مقبره. كنقولوا لهم، والاشكال الخطير الكبير هو ان في هاد المعاينه هنا اللي تبنات عليها هذا القرار هذا، اللي كنعتبروا حنا مجحف، انه كيقول لك بانه لا وجود لهاد الساكنه، ما كاينينش، مع العلم ها هو شهاده الوفاه. ربما المقصود ان ذيك المقبره كانت اقدم من وجود الدوار في المنطقه، هذا ربما المقصود. الاباء ديال المقبره عندها سميتو تاريخي واحد 120 سنه، ولكن كاينين العوائل اللي كاينين الناس اللي مدفونه، كاينين الوالدين ديالهم حاليا هنا، حاليا دابا متواجدين ساكنين تما، منهم هادو اللي قلت لك انا بحال هاد ميناء افعداس، هي هذه بنت العم ديالي، هاد الابتسام مباركي، كاينه العائله ديال الاب ديالها، وكاينه سميتو اليوم هاد بامغار، وكذلك هادو عائلات اللي قدام تما منذ مده.
دابا شنو هو المطلب الاساسي ديالكم؟ المطلب ديالنا اللي كنوجهوه للجهات الوصيه، وانه هاد الناس هادو ما باغين بطلب بسيط، وهو يفتح مقبره اكراما للاموات، وحتى انه سميتو الى حتى هاد المقبره اليوم اللي كيستضيفوهم الاخوان ولا سميتو الشرفاء ديال اليعقوبيه اللي كنحييهم من المنبر الى عمرات هاد المقبره، خصنا نشوفوا هاد الناس هادو فين غادي يديوها سميتو ديالهم. المشكل اللي واقع اليوم فين ما كيموت دابا شي واحد من هاد الساكنه ديال التازنخ، الحل الوحيد ديالهم هو سميتو المساله ديال الدفن. كيبقاو يفكروا فين غيمشيو، فين هذا، ما هذا غير مقبول. كنلقاو حنا اليوم دوار عنده كيف كنقولوا نعاودوا نقولوها مره اخرى، كاين عنده مسجد وامام ديالو وعنده عون سلطه، وبالتالي عندهم اللوائح ديالهم ديال الانتخابيه، ما عندهمش مقبره، هادشي غير مقبول. شكرا سي فعداس على قبول الدعوه. متتبعي قناه فرنس بريس، اكرام الميسي دفنه لابد ان يتم ايجاد حل لهذا المشكل تاع الدوار هذا، لان كما قال سي فعداس لا يطالبون يعني بصعود القمر، ولكن بتوفير واحد المقبره لدفن امواتهم. الى اللقاء في فرصه قادمه. اتمنى ذلك وشكرا لكم.